وقعت كارثة توكايمورا النووية في إحدى الدول الأسيوية عام 1999، فما هي؟ توكايمورا من أسوأ الكوارث النووية في الدولة دي، مهجة في اليابان؟ طب مش معنى اليابان؟ دي إجابة محمود. لا، وإجابتي أنا كمان. يعني أنتوا الاثنين متفقين على اليابان؟ أنتوا الاثنين؟ إجابة صحيحة، فعلا في اليابان، وكانت كارثة راح فيها ناس كتير الحقيقة.